عدم إدراك لطبيعة المرحلة، ولكن شخص بيتكلم فيما يخص كرة القدم وبيتكلم فيما يخص الشأن الخاص، وهو ده الذكاء اللي عند فايلر واللي مطالب يكون أي حد يا جماعة بيتكلم في الفترة دي لازم يكون عنده الوعي ده. محتاجين نشيد بفكرة النادي الأهلي اللي تلقى خطاب من رئيس نادي سان داونز بيشكر النادي الأهلي على الرسالة اللي أيضا تلقاها من كابتن محمود الخطيب، وكان بيتكلم عن دور كابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي واللي وصف النادي الأهلي بلقب نادي القرن، إنه هو يسعى ويكون سعيد لوجود توأمة ووجود تعاون ما بين الفريقين. حابب أتكلم أحمد إنه واضح جدا إن الأهلي بيمتلك أجندة. أهم حاجة في بعض المراحل إن أنت يكون عندك مجموعة من التصرفات اللي بتكون بيها إطار التحرك بتاع منهج الأهلي. واضح إن النادي الأهلي شفنا في أزمة الهلال السوداني كان له تصرفات معينة ولا تتعارض مع إهدار حقوقه، لازم نحط تحتها 100 خط واللي تابع الكواليس بتاعة القرارات فيما بعد هيبقى فاهم ده كويس. شوف في سان داونز إزاي أنت بادرت بفكرة التقدير للي حصل من المسؤولين واللي حصل من جنوب أفريقيا أو مسؤولين نادي سان داونز عشان توصل رسالة إن النادي الأهلي في محيطه الإفريقي نادي رائد ومؤثر وكبير.